محمد عز الدين عبيد من كفرلاتة. قد ايه عمرك عم؟ 82 سنة. نعم، أنا مشتغل مزارع فلاح بأرضي بضيعتي واضطرينا بهالقصف وبهالصواريخ وبهالطيران اللي استعانوا فيه من الظالمين العدوين الإسلام، استعانوا فيه علينا وصاروا يقصفوا علينا، وعفنا بلدنا وأرضنا وطلعنا لهون على هالبلاد هاي. أنا عندي أولادي بلبنان، عندي 4 شباب بلبنان، الله يحميهم ويرضى عليهم ونوجه لهم، الله يحميهم ويكفيهم شر الظالمين، لأنه شايف البلاد كلياتها الله يكون بعونها. عم تقول عمرك 82 سنة، ال 82 سنة قضيتهم بمنطقتك نفسها؟ بمنطقتي نفسها بضيعتي، ما طلعت برا. أنا مزارع، أنا وقت اللي بيكون عندي شغل بأرضي ما بترك أرضي، ما بترك أرضي أبداً أبداً أبداً. لك تراب البلد هو حياتنا، هو مماتنا، هو كلياتنا، نحن متأملين نعيش. لا الله ياخذ أمانتنا بأرضنا ببلدنا بوطننا، ما أنا متأملين تجي علينا هالظالمين ويقوون علينا. لولا تقوي الظالمين الروسيين ما كانوا قدروا يوقفوا بهالبلد. أنا بتذكر يوم اللي كان عنا الفرنسيين بجبلنا، فرنسيين وإنجليز كانوا بتذكرهم، كانوا بأرضنا بجبل الأربعين، بتذكرهم تمام. يا عم هوليك ما كان في شيء اسمه ظلم، ماشيين بطريقنا ما حدا يحكينا، نمشي نروح نجي نسعى هاي، ما حدا يحكينا أبدا أبدا أبدا. ما يعني ظلم الفرنسيين والانجليز دخلوا البلاد، ما ظلموا العباد مثل ما عم يظلموا هلا. هلا ظلم ما وصف التاريخ ابدا. اول مره بطلع من بلدي يعني اجباري مضطرين. يعني عمك والله نحن هاي بنعدها هي اهانه لنا وظلم لنا، لأن احنا لولا نكون مضطرين ما بنتغرب لهون. هلا مسافي من هون لبلدنا 500 كيلو متر، في 500 كيلو متر من بلدنا لهون، اضطرينا ونطلع، لولا الظلم ما طلعنا. والحمد لله رب العالمين. والله يا عمو نحن اذا ما صار الامان والهي ما بدنا نضطر نروح على بلدنا للقتل والظلم. يعني لولا الظلم ما طلعنا من بلدنا، ولكن نتأمل من الله، الله يصرف عنا البلاء وشر هالظالمين ونرجع لبلدنا ولأرضنا ولا هذا اللي علينا. ايش بدي اوجه رسالة؟ الله يصرف عنا البلاء، والله يصرف عنا البلاء ويرجعنا على بلدنا بأمان وطمان، ونتأمل من الله، الله يحمينا ويحميكم ويحمي هالبلد من شر الظالمين، وهذا اللي علينا.